لكم من قلب دكالة جديدة كما تشوفوا هنا دابا مريحين كنتفرجوا ان شاء الله غادي نفلوغيو لكم. نتمنى تعجبكم الاجواء وراني هي شويه الاصدقاء داكشي علاش غنتوما راه السر بداو كيديروا التحيه كما قلت لكم الاصدقاء مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهذا الفلوق الجديد. اليوم ان شاء الله هو النهار الاول البارح يمكن داروا داك الاحصاء وحسبوا عدد السرب. راني مقاول مع الشمس وعيان والله اخوكم تمريض رجع عليا الموسم العيا ديال الموسم ديال السطاج ومسخسخ. انا مولاي عبد الله كنتناوي باغي نركب فيه ولكن جانا واحد الموسم اخر في السطاج غيبدا نهار الاربعاء ان شاء الله. قلنا نجيو نضربوا شي دويره نعيشوا الاجواء ونفلوغيو ليكم الناس اللي بعيده هي تفرج. تحياتي لكم معايا واحد السربه دابا هانتو مازال كيديروا التحيه تبارك الله عشير الجمهور كثير. كاين التريبير راه عامر وكاينين جوج محارك هذا المحرك الرسمي والمحرك الاخر تا هو تبارك الله داروا زوين هانتو مع الجمهور. داكشي راه زوين والاجواء زوينه والله يدير الخير تبارك الله الله يسخر. الاصدقاء انا راه ما عارفش السرب هنا بزاف كما قلت لكم عيان شويه غنبقاش داوي نتفرجوا نستمتعوا مع راسكم وفي الصحة. شرف زحراوي بارك الله كاين تفاعل الجمهور مع هذا الصرف خوش مقدم محمد الحيلي نشوفنا صاب مبارك إذا قدم الصبارة رقم 4 نور الدين الراكبي من بعده حميد المبيني رقم 6 بنياني مصطفى يوجدوا رسم شكرا للجمهور تحية لهذا الجمهور الوفي شرف البحراوي I'm gonna go get some more.
الاصدقاء دابا رانا خرجت من المحرك حيت كاين الزحام بزاف، قلنا نجيب واحد الدوره ونوريكم اش كاين هنا برا. ها كاين بحال المعرض هذا صغيور فيه الحوايج وفيه، ها انتم المهم شوفوا لي مع راسكم. وعاد لهي كاينين صحاب القهوة وها انتم كما كتشوفوا صحاب القهوة ومالين اتاي وداك التخربيق، وهنا كاين بحال المعرض ورا الوثاقات هي، وهنا اللور كتكون السهرة. هنا اللور ها انتم هنا كتكون السهرة في هاد البلاصة، كاينة واحد الساحة هنا كتكون فيها السهرة وها الوثاقات ديال الخيالة. ها هو داك المعرض اللي وريتكم هو هذا اللي هنا، ها المحرك الأول كاين هنا الاتجاه، والمحرك الاخر راه كاين لهي لقدام. ها انتوما راه كاين الزحام فوق القياس بزاف كاع، داكشي علاش خرجت انا من المحرك. انتوما كما كتشوفوا راه واحد الرواج كبير تبارك الله، ومازال قلت لكم دايرين جوج محارك. هاد المحرك بعدا لعبات فيه 60 صربه، دابا راهم باقيين الله في القرصه الاولى وصلوا للنص، وعاد المحرك الاخر تا هو كاين باش يخفف الضغط شويه. ها انتم تبارك الله شوف الناس راه هما فوق الحيوطه ديال المحرك كيتفرجوا، بزاف ديال الناس خارجين ما لقاوش البلاصه فين يدخلوا. هانتوما تبارك الله اصدقاء المنظر ورا الوثاقات، هانتوما الفراقات ديال الخيالة وراهم البحر تبارك الله. واحد المنظر واحد ديكور زوين واحد الجو واعر صراحة. كان هذا هو الفلوق ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، سمحوا لي بزاف ما صورتش فيه شي حاجة اللي كثيرة وشي فهمتوا، قلت لكم راه خوكم عيان شوية مع العيادة الموسم وكذا، وكان الزحام بزاف حيت النهار الاول ديما كيكون فيه الزحام. ان شاء الله غادي نفلوغي ليكم بعد غدا ولا نهار اثنين وغادي يكون داكشي زوين. شكرا.